بسم الله الرحمن الرحيم. الاخوه والاحباء، اهلا بحضراتكم في فيديو جديد. في ظل الازمه الاقتصاديه الطاحنه اللي احنا بنمر بيها، ازمه صعبه جدا، ربنا يعديها على خير يا رب، والقت بظلالها على الجميع زي ما انا قلت في فيديو سابق، القت بظلالها على الدوله والحكومه والمواطنين، واحدثت حاله كده من الارتباك في داخل الاقتصاد المصري. وزي ما حضراتكم عارفين ان لما بيحصل ربكه في الاقتصاد بيحصل ربكه في كل شيء، يعني على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وكل شيء بيحصل فيه ربكة شديدة جدا لما الاقتصاد بيبوظ او بيكون فيه خلل او مشكلة. طيب المفروض مع الازمة الاقتصادية الرهيبة الطاحنة الغير مسبوقة اللي جزء منها يخص العالم وجزء منها يخصنا، ولكن الاتنين اتجمعوا عندنا هنا، وزي ما انا قلت اللي بنتمنى انها تعدي على خير ان شاء الله ونمر منها باقل خسائر، لان في خسائر بتحصل وفي خسائر سوف تحدث، ولكن بنامل ان شاء الله وبندعو ربنا ان احنا نعديها باقل الخسائر الممكنه. المفروض في ظل ازمه زي دي، ازمه قويه جدا زي اللي احنا بنمر بيها، المفروض ان الانسان يشتغل اكتر، يجتهد اكتر، يكون اكتف اكتر عشان خاطر نتجاوز هذه الازمة. الانسان بقصدش الانسان الفرد، ولكن بقصد المجموع، يعني الدولة بشكل عام، والدولة عبارة عن مؤسسات وعن افراد، الكل يشتغلوا عشان ننجو من هذه الازمة الطاحنة. وقبل الجزئية دي، جزئية الشغل والانتاج والعمل اللي هي طبعا لازم ولابد منها ولا خروج من اي ازمة الا بها، ان الانسان يقترب اكتر من ربنا، يشوف ايه الحاجات الغلط اللي عنده ويحاول يصلحها، يتودد لربنا سبحانه وتعالى، يقترب من ربنا بالاعمال الصالحة وبالاعمال الطيبة، وان هو يعني يقضي العبادات والحاجات الجميلة دي كلها تتقرب من ربنا، لان الخلاص من اي ازمة والخلاص من اي مشكلة هو بيد الله اولا واخيرا. طبعا في شق يخص الإنسان لابد إن الإنسان يؤديه. الشق اللي يخص الإنسان معروف إن الإنسان بيذاكر عشان ينجح، بيشتغل عشان خاطر يحقق ذاته ويحقق نجاح في الحياة بشكل عام، ينتج الكلام ده كله عشان خاطر يبقى عنده ما يكفيه، ولكن كل ده مرهون بإرادة الله سبحانه وتعالى وبتوفيق ربنا. لو ربنا مش كاتب التوفيق لن نتحرك خطوة واحدة للأمام. إذن الشقين دول هما السبب، او هما يعني كلمة السر للخروج من هذه الازمة، ان احنا نشتغل وننتج ويعني نتعب بجد عشان خاطر نخرج من الازمة اللي احنا موجودين فيها، ونعتمد على انفسنا بعد كده بجد، ما نعتمدش على غيرنا. وقبل القصة دي بتاعت الشغل والانتاج، ان الانسان يتقرب اكتر من ربنا، يزداد يعني طاعة لربنا سبحانه وتعالى، عشان لما يدعي ربنا ربنا يستجيب له، ربنا يستجيب دايما للإنسان اللي بيؤدي الطاعات، اللي هو بيطيع الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش واحد عاصي وربنا يستجيب له طبعا، وطبعا ده الأمر ده بيد الله، ولكن المفروض ان الإنسان بيطيع ربنا وبيأتمر بأوامره ويبتعد عنه وهي عشان خاطر يعني ربنا يكرمه ويتجاوز اي ازمات. واحنا طبعا بنتكلم على ازمة عامة، ازمة كبيرة واخدة يعني بلدنا كلها بشكل عام، والقت بظلالها على الجميع زي ما انا قلت، فلابد ان احنا كلنا نتكاتف ونترابط ونشتغل بجد ونقرب قوي من ربنا، عشان لما نقول يا رب ربنا ينجينا من اللي احنا فيه. الكلام اللي انا قلته لحضراتكم في الجزء الاول من الفيديو طبعا ده الكلام الطبيعي، يعني مش كلام انا طبعا ما بقولش ان ده كلام العباقرة وكلام المفكرين والكلام ده كله، ولكن الكلام ده هو الف به، هو الف به معلوم للجميع ومعروف للجميع، ان احنا لازم نشتغل صح ولازم نتقرب من ربنا، ولانه كل شيء مرتبط ورهين بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فلازم الحاجتين دول لابد ان يكونا موجودان في حياتنا بشكل دائم وبشكل مستمر. مفيش حاجه هتغطي على حاجه، لا الشغل لوحده بدون التقرب لربنا سبحانه وتعالى هينفع، ولا برضك التقرب لله سبحانه وتعالى من غير ما نشتغل على الارض. يعني في فرق بين التوكل والتواكل. التواكل هو ان الانسان يقعد ما يعملش حاجه ويقول لربنا وفقني. طبعا ربنا عمره يوفق انسان قاعد ما بيشتغلش وما بيحاولش ان هو ينتج او يحاولش ان هو يطور من نفسه، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقف جنب الانسان اللي بيشتغل وبيجتهد والكلام ده كله، وبعد كده بيبتهل الى الله ان هو يوفقه في مسعاه، فربنا يوفقه. والكلام ده بينطبق على الفرد وينطبق على الدوله وينطبق على اي مكان في العالم، ولكن يبدو ان في اشخاص موجودين معانا في مجتمعنا بعيدين كل البعد عن الكلام اللي انا بقوله، و
يعني كل اللي في دماغهم وكل اللي مسيطر عليهم هم ازاي يغضبوا ربنا، ازاي يعني يرتكبوا المعاصي، ازاي ما يقربوش من ربنا بل يبتعدوا، يعني بيدوروا على اي حاجة تبعدهم عن ربنا ويعملوها عشان خاطر يبتعدوا عنها. ولا هممهم الوضع اللي احنا فيه، ولا هممهم الأزمة الرهيبة اللي احنا بنمر بيها، ولا هممهم ان كل اللي بيعملوه ده ممكن ينعكس سلبا علينا، وان كان احنا مالناش ذنب هم طبعا يتحملوا وزرهم، ولكن الحاجات دي بتثير استياء الناس، وخاصة حتى لو هم مالهمش علاقة بالشق الديني، الشق بقى اللي هو التقرب من الله والبعد عن النواهي والاقتراب من ربنا بالعبادات واللي احنا بنفعل ما امرنا الله بها ان نفعله. لو هم ما يهمهمش الجزئية دي، فعلى الاقل حتى الوقت مش مناسب للي بيعملوه، الوقت مش مناسب للي بيعملوه ده. يعني النهاردة لما بشوف ازمة زي دي اللي احنا بنمر بيها، ازمة قوية وعنيفة جدا جدا جدا، ألاقي في ناس بتعمل مهرجانات. مهرجانات يعني ازاي؟ يعني هل يستقيم هذا الامر؟ يعني الامر ده هل يستقيم اللي احنا نعمل مهرجانات ونحتفل ونبتهج والسجارة الحمراء والخضراء والزرقاء والكلام الفارغ ده كله، ونصرف ألوف مؤلفة وسبونسرز ورعاية وناس عمالة تدفع ألوف مؤلفة في وقت احنا في أشد الاحتياج للجنيه وللدولار؟ يعني شيء مش منطقي، وحتى الظرف نفسه لا يتناسب مع يعني فعل هذه الأشياء. يعني الظرف نفسه احنا بالظبط الوقت يا جماعة عاملين زي ما يكون في ناس أبوهم مات ورايحين يعملوا في نفس اللحظة اللي أبوهم ميت وبيتغسل، رايحين عشان يحتفلوا بزواج مثلا ابنه، أو رايحين يحتفلوا عشان بزواج بنته مثلا. يعني مثلا يبقى في واحد بيتغسل، واحد ميت بيتغسل، وفي نفس اللحظة في فرح شغال لأحد أبنائه مثلا. يعني فظرفين أو حدثين لا يمكن أن هم يجتمعوا مع بعض تحت مظلة واحدة، ولا يمكن أن هم يتوجدوا بالعقل وبالمنطق كده وبالفطرة حتى في نفس اللحظة. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش الحدثين يبقوا موجودين. بالظبط ده اللي بيحصل، احنا عندنا واحد بيتغسل وواحد بيتجوز والاتنين من نفس الاسره وفي نفس اللحظه. امر جنوني، امر جنوني. عندنا ازمه اقتصاديه، عمالين يعني نلف يمين وشمال ونطلع فوق وتحت ونتمرمغ عشان خاطر نخرج منها، والخلاص منها صعب جدا جدا، وفي نفس الوقت في نفس اللحظه وعلى نفس الارض بنعمل مهرجانات عشان خاطر نكرم ناس ونصرف فلوس والبهرجة الفارغة اللي هي لا تتناسب مع الأوضاع اللي موجودة. هو العالم مش عارف وضعنا عامل ازاي، ولا لما اعمل مهرجان وطبعا يقوموا ضربين اللي بقى للحريم اياهم بقى الفساتين العريانة والريد كاربت والبيبيونات وكلا. هل ده معناه ان مصر بقت افضل؟ هل ده معناه ان مصر بقت احسن؟ لا طبعا، العالم يعلم وضعنا جيدا. احنا مش هنبقى افضل ولا احسن الا بالعمل والانتاج، الا بالعمل والانتاج والبحث العلمي. طبعا ده شيء مهم جدا. هم دول الركائز اللي الدول المتقدمه والدول الغربيه، حتى اللي هي الدول بقى اوروبا وامريكا، الدول اللي احنا دايما يعني بنشيد بيهم وبنشيد بعلمهم وبثقافتهم وبتقدمهم، وكل الناس نفسها تروح تعيش فيها في هذه الدول. هم تقدموا كده لانهم اهتموا بالانتاج، اهتموا بالبحث العلمي، اهتموا بالتعليم، اهتموا بصحه المواطن، اهتموا بكل هذه الامور، فاصبحوا على ما هم عليه الان من تقدم والكلام ده كله. الدول دي بدات المهرجانات والحفلات والحاجات دي كلها، بس في فرشه وارضيه صلبه جدا هم واقفين عليها. اقتصاد قوي، تعليم قوي، صحه قويه، انتاج غزير، عندهم بينتجوا وبيزرعوا وبيصنعوا الكلام ده كله. بعد كده راحوا لمنطقه الترفيه، الحفلات بقى والشواطئ والكلام. احنا بقى واخدينها من الاخر، احنا بقى واخدينها من الاخر، نعمل بقى حفلات ونعمل مهرجانات واحنا يعني مفيش، يعني الكلام ده كله واقف على الهوا، واقف على الهوا، ملوش الارضيه الصلبه بتاعت. فاحنا خدنا منهم الريد كاربت وخدنا منهم الحفلات وخدنا منهم الفساتين العريانة، هم اصلا ما بقوش يلبسوها للاسف، بقت عندنا احنا الفساتين العريانة والعري والتفنن في العري والقرف وقله الادب، هم الغرب ما بقوش كده. لكن احنا ما خدناش منهم لا التقدم ولا كده. المهم القصه يعني انا بتكلم على ان الاوضاع الحاليه لا تتناسب مع مثل هذه الامور. طيب
لما اكون انا بنتقد او طالع انتقد او طالع اتكلم او غضبان او زعلان من ان احنا بنعمل مهرجان زي مهرجان الدراما وزي مهرجان القاهرة والكلام ده كله في ظل مثلا ظروف اقتصادية مهببة زي اللي احنا فيها، فبالكوا بقى لما نعمل مهرجانات الهبل والجنون والخبل كمان. يعني مهرجان يتعمل عشان خاطر الستات تقلع اكتر فيه وتظهر يعني ابدانها وابدانهم واجسادهم بشكل مستفز ومقزز ومقرف، واحاديث فارغه ملهاش اي علاقه بالعقل ولا بالمنطق واي هبل. يعني تخيلوا بقى احنا بنتكلمش على مهرجانات سينما والكلام ده كله، ولكن كمان وصلنا لمرحله بقينا نعمل مهرجانات الخبل والخزعبلات والهبل والقرف، بقينا نعمل مهرجانات فيها قرف، مهرجان كده مهرجانات كده ملهاش اي اساس ملهاش اي لازمه ملهاش اي اهميه عشان الشبكه كلها تجتمع فيها، الشبكه اللي حضراتكم عارفينها، وعشان خاطر يعني الستات يعرفوا يقلعوا، الستات اللي هم يعني رايحين لهذه المهرجانات او لهذا الحدث يعني يعرفوا يقلعوا اكتر ويعرفوا ان هم يظهروا يعني من ابدانهم ما يظهروا اكتر، والكلام ده كله سفاله وقله ادب وقذاره يعني. طيب المهرجان اللي انا بكلم حضراتكم عنه ده للاسف الشديد هو اتعمل يعني خلال اليومين الماضيين، وزي ما حضراتكم شايفين انا دلوقتي بعرض يعني بعض الصور من هذا المهرجان. طبعا شايفين تصرفات عجيبه وغريبه، واول طبعا صور بعرضها لواحده مجهوله الهويه، ما نعرفش مين دي ولا بتعمل ايه، بدات بتصور بتاع يعني زي بتصور كده في المكان اللي هم المفروض بيتصوروا فيه، بدات تنزل على الارض على ايديها ورجليها وبعد كده تطلع وتعمل لي بوقها حركات ومش عارف ايه وحركات غريبه في الصور انا بعرضها لحضراتكم. دي واحده طالبه شهره، واحده مجهوله الهويه وطالبه شهره، وللاسف الشديد النهارده الكل بقى عاوز يغني وكل بقى عاوز يرقص وكل بقى عاوز يمثل، فهي طبعا بتعمل الحركات العجيبه اللي حضراتكم بتشوفوها عشان خاطر تحصل على الشهرة المنشودة او اللي هي عاوزاها اي حد. طبعا كل واحدة من الصور بقى اللي انا بعرضها لحضراتكم، وانا طبعا بعتذر عن هذه الصور، ولكن عشان اوضح لكم انا بتكلم عن ايه، بتكلم عن ايه واحنا وصلنا لايه. احنا عندنا خراب مستعجل موجود على الارض، وفي نفس الوقت بنعمل مهرجان للدراما، وروحنا كمان لابعد من الدراما وبنعمل الهبل والعبط اللي حضراتكم شايفينه. المفروض ده مهرجان فاشن او مهرجان موضه او حاجه زي كده. هل احنا فايقين ورايقين عشان نعمل حاجه زي كده؟ هل ده وقته عشان نعمل الحاجات دي؟ هل خلاص احنا خلصنا كل مشاكلنا؟ ده احنا غرقانين في مشاكل مالها اول من اخر، احنا غرقانين في مشاكل مالهاش اول من اخر، ومشاكل احنا بنحاول نعالجها من 200 سنه، يعني يعني مش عارف المشاكل اللي عندنا دي بتخلص ما بتخلص، المشاكل الاقتصاديه دي ما بتخلص من عندنا، او ما سمعتش مره ان احنا عندنا رخاء اقتصادي، دي حاجه انا اول مره ما سمعتش عنها خالص قبل كده، فاتمنى ان شاء الله الرخاء يحصل، نتمنى ان شاء الله البلد دي تطلع لقدام بجد، ولكن هل ده وقته؟ هل الكلام اللي حضراتكم شايفينه ده هو ده وقت المناسب؟ هل احنا بالاشكال دي وبالطريقه دي وبالعري وبقله الادب والسفاله دي، هل ربنا ممكن يرضى عننا؟ هل ربنا ممكن يرضى عننا بحاجه زي كده؟ هل هو ده رضا ربنا اللي احنا بنتمناه لما احنا ندعي ربنا ربنا ينتشلنا من الازمه اللي احنا موجودين فيها؟ ازاي وفي بينا عصاه بهذه الطريقه؟ ناس بتعصي ربنا وش، يعني كل ما الازمه بتشتد كل ما بيقولوا لا عندا في ربنا احنا هنعمل وهنزمل والكلام ده كله. حضراتكم شايفين الصور اللي انا بعرضها وشايفين حاله الجنان والهبل والعبط لشيء او لمهرجان، مهرجان للموضه ملوش اي قيمه وملوش اي لازمه انه يتعمل دلوقتي، ممكن يكون له لازمه لاصحابه، يعني اصحابه بيحققوا مكاسب من وراه مش عارف ايه، كل البنات للاسف الشديد رايحين بلبس فاضح الى اقصى درجه، اقسم بالله العظيم في بنات رايحين شبه عرايا. طب دول رايحين يعملوا ايه؟ رايحين عشان خاطر اولا دول ما لهمش اهل يسالوا عليهم، مفيش تربيه، حتى لو كان في اهل فهم موجودهم زي قلتهم، وفي نفس الوقت بتقول لك انا اروح اذ ربما يعني مثلا حد يكون موجود هناك من السينما مش عارف ايه ولا بتاع، حد مخرج منتج ممثل ولا مش عارف اي حد يشقطني وخلاص ويبقى سبب فيه يبقى سبب في شهرتي، وزي ما احنا عارفين ان في ناس قصاد الشهره وقصاد الكلام ده كله عندهم استعداد ان هم يضحوا بشرفهم بسمعتهم، وشفنا نماذج زي كده عادي جدا مفيش اي مشكله، زي ما عندنا في سيدات وفتيات محترمات
على أعلى درجة من الاحترام والأخلاق والتربية العالية، وعندهم شرفهم ده فوق راسهم وراس الجميع ودونه الموت، يعني ممكن يموتوا بسبب دفاع عن شرفهم. في برضك عندنا للأسف الشديد طبعا، وده في كل مجتمع، مش عندنا احنا بس مش متميزين يعني، او ما عندناش المشكلة دي بس، ولكن ده في كل المجتمعات، ولكن عندنا الموضوع بزيادة شوية، ان في برضك سيدات وبنات زي اللي حضراتكم شايفينهم دول، وفي فيديوهات تانية، في فيديوهات موجودة بشعة يعني، في فيديوهات لبنات وسيدات واقفين بيعملوا لقاءات تقريبا شبه عرايا، عندهمش مانع ان هم يعروا بدنهم عشان خاطر يتشهروا، عشان يركبوا ترند، عشان حد يعني يشوفهم وياخدهم، عشان خاطر يشغلهم بقى في سينما، ولا يعملهم كليبات، ولا يعملهم اي حاجه قصاد الشهره وقصاد الفلوس. في ناس عندها استعداد حرفيا تبيع شرفها وكرامتها، يعني ربنا يعافينا جميعا من كل هذه الامور. هل ده يا حضرات يليق او يصح، يليق او يصح في بلدنا؟ الحاجة دي أولا لا يقبلها لا مسلم ولا مسيحي، يعني عشان بس نبقى احنا متفقين، يعني لا يقبلها أي شخص، في المسلمين ناس محترمين وناس منحرفين، وفي المسيحيين ناس محترمين وناس منحرفين، لأن احنا بنتكلم على بشر، عن بني آدمين. فالاحترام موجود في جميع الديانات، والانحراف موجود في، ولكن الانحراف ليس في الديانة ولكن من أتباعها، يعني هتلاقوا في ناس من اللي موجودين دول مسلمين ومسيحيين، والاتنين غلط، والاتنين غلط. هل ده صح؟ هل ده يليق؟ هل ده يجوز ان في ظل هذه الظروف الصعبة اللي احنا نمر بيها، واللي احنا المفروض نكون اكثر انتاجا واكثر عملا واكثر تقربا الى الله، ودي في المقام الاول، نعمل كده؟ المشاهد اللي حضراتكم شفتوها او الصور دي عينات كده، يعني انا ما حاولت، في كوارث في المهرجان ده، او ما يطلق عليه مهرجان يعني. هل ده يليق؟ هل ده يصح؟ هل ده بشكل عام يليق ويصح ان احنا نعمل مهرجانات ونصرف الوف مؤلفة ونعمل شكل كده غريب لا يتناسب مع الوضع اللي احنا فيه؟ احنا الوضع بتاعنا ده المفروض ناس لا تتوقف عن الشغل، ناس لا تتوقف عن العمل، يبقى فيه انتاج في كل شيء، انتاج زراعي وانتاج صناعي والكلام ده كله، ده الوقت ده عشان نعبر هذه الازمة. لكن للأسف الشديد احنا يبقى الازمة موجودة ونروح نعمل مهرجانات ونعمل كلام فارغ وكأن الأزمة دي مش موجودة، والشكل العام بتاع الناس اللي رايحة واللبس والستات اللي رايحين مطلعين كل حاجة من كل ناحية، والتصوير والريد كاربت، وقفوا يبصوا يمين وقفوا شمال، كأن مفيش أي مشكلة، كأن مفيش أي مشكلة، كأننا وطن يعني يعج بالفلوس ويعج بالدولارات، وإن ما عندناش أدنى مشكلة من أي نوع. للأسف الشديد دول أكبر جزء من المشكلة اللي احنا عايشين فيها، الناس اللي بيحاولوا يصدروا صورة يعني ان احنا وضعنا مش هو الوضع، على الأرض الوضع سيء للغاية، على الأرض الوضع سيء للغاية. والكلام ده مش كلامي على فكرة، الكلام ده كلام حتى الإعلام الوطني بتاعنا، يعني القنوات الفضائية والكلام ده كله والتصريحات الرسمية كلها رايحة، ولابد فعلا الناس تبقى عارفة الوضع عشان تتصرف بناء عليه. غلط إن حد يصدر لنا وضع أو مشهد غير المشهد اللي احنا فيه، ولكن أنا بتكلم هل ده وقته؟ وقت مهرجانات، وقت احتفالات، وقت هبل كمان وعبط زي اللي حضراتكم شايفينه، نعمل مهرجان المفروض احنا بنقرب من ربنا، اقول له يا رب انقذنا، يا رب نجينا من الكارثه اللي احنا موجودين فيها، يقوموا دول يطلعوا يعملوا كده عشان غضب ربنا ينزل علينا جميعا. للاسف طبعا ربنا سبحانه وتعالى يعني اتمنى انه ينزل غضبه على هؤلاء فقط، احنا الحمد لله متقين وصالحين ومتعبدين وعارفين، ويعني عارفين ربنا يعني ونقدره حق قدره سبحانه وتعالى، ولكن للاسف الشديد ده لا يصح ولا يليق ان يحدث على ارضنا، وخاصه كمان خاصه في كل الظروف، وخاصه في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها. نسال الله يعني لنا جميعا العفو والعافيه، ونسأل الله ان لا يأخذنا بذنب هؤلاء، يعني لا يأخذنا بذنب هؤلاء، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب. يعني اتمنى هذا طبعا، وبدعي ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى، ربنا كريم طبعا لا يأخذ احد بذنب اخر، ولكن للاسف ده لا يصح ولا يليق ان يحدث على ارض مصر، على ارض مصر، ولا يصح ولا يليق ان يحدث في كل الظروف، وخاصه في الظروف اللي احنا بنمر بيها. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.